كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. حسن، إذا قلت لك على الشخص اللي ظهر مؤخرا في واحد الفيديو كيهين المرأة الشمالية بصفة خاصة أو المرأة المغربية بصفة عامة، شنو الرأي ديالك؟ قول السوق شنو تقدر تقول عليه؟ هذا الفيديو اللي خرج، قول عليه داكشي اللي عملتي وقع لك في عائلتك. واقيلا حنا الشمال ديالنا ماشي هيدا الخاو، فهمتيني؟ وماشي مربي هو، والله ما مربي، وفرحان كامل الفيديو غايجي وغتجي في هذا داك المنظر اللي عمله غيوقع له في عائلته، وينتظر هو والله العظيم بالليل ينتظر هذا شماته زبل خانز. احمد، شنو الراي ديالك في ديك السيد اللي خرج مؤخرا عمل واحد فيديو هان فيه المراه الشماليه بصفه خاصه او المراه المغربيه؟ اي واحد كيتجرى على المراه اون جينيرال خصو يتعاقب، فما بالك شي واحد يجي يضحك لنا على البنات ديالنا ولا داك، ما هادي داك الشيء زاجري، فهمتي؟ خصو يكون الواقع ديالو قوى على في القانون وكذا. يعني كاين انا رايي كيبقى، فهمتيني؟ شنعمل شنقول، فهمتيني؟ بقدر انا هو هما القانون خصو ياخذ مجراه ويتعاقب اقصى العقوبات باش اخرين يتعاضوا، فهمتيني؟ حتى واحد ما يبقى يجرى على المراه. صهيب، شفنا مؤخرا واحد الفيديو في السوشيال ميديا ديال واحد الشخص هان المراه الشماليه بصفه عامه او المراه المغربيه، شنو الراي ديالك؟ هذا خصو يتعاقب الصراحه، خصو يتعاقب، حيت ما يمكنش راه فحال اللي طيح باخته، فحال اللي طيح بيماه، فحال اللي طيح بمراته، فحال اللي بنادم كيبقى يفكر في الفلوس وصافي. يعني يعمل فيديو في اليوتيوب مثلا يبقى يدخل موراه مصاريف وصافي، فهمتي؟ ما كيفكرش في بنادم اخر كيفاش كيشوف البلاد ديالنا. حنا البلاد ديالنا مزيانه وعاد كيزيدوا يزينوا بهاد الفيديوهات بحال هاد، خصو يتعاقب الصراحه. طبعا شفنا مؤخرا واحد الفيديو ديال واحد الشخص هان المرأة الشمالية بصفة خاصة والمرأة المغربية بصفة عامة، شنو الرأي ديالك؟ وراه بين الرأي ديالي بحال الرأي ديال كلشي، المرأة راه هي أمك، راه هي أختك، راه هي. أنا ما شفتش الفيديو صراحة، مي غير هادشي اللي كتقول لي أنت، راه المرأة ما تهيناش حيت راه هي أمك وهي أختك وهي بنتك وهي دونك الله يهدي ما خلق وصافي. شوف، أي حاجة كدار باش تهين المرأة المغربية بصفة عامة ما غيقبلها حتى شي واحد، وبالنسبة لي أنا ما نقبلش هادشي في مرة. مي هما كيبغيو يديروا تجارب اجتماعية، كاينين شي حويجات اللي بصح كنعانيو فيهم هنا بصح كاينين، مي كنظن يداروا بشي صورة أخرى باش ما يأثروش بزاف ديال الحويجات على المرأة المغربية، خصنا حنا ديما نهزوا بها فوالا. يعني حتى واحد ما معصوم من الخطأ، مي خصنا ما خصناش نحكروا على الحاجة، هادشي اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.